النبي صلى الله عليه وسلم تحقيرا للدنيا. فكان علي رضي الله تعالى عنه كان يحتقر الدنيا ويقول: غرني غيب زادك قليل وعمرك قصير وسفرك بعيد. وكان يحتقر هذه الدنيا ويقول: غرني غيري اخذ بغيري. لانه عرف عليه الصلاه عليه رضوان الله حقيقه هذه الدنيا، وكان مبشرا بالجنه وهو يمشي على الارض. ومع هذا كان من الذين قال الله تعالى فيهم: الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله كانوا يعملون الصالحات ويتقربون الى الله جل وعلا ويسارعون في الخيرات وينافسون، ومع هذا يملأ قلبهم الخوف ويملأ أرواحهم الخشية والخوف من الله جل وعلا واتهام النفس بالتقصير والذنب. لذلك رفعهم الله وأعلى شأنهم وختم لهم بالصالحات ووعدهم بالجنات رضي الله تعالى عنهم. كان يقول: ارتحلت آخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مجبرة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون حقيقة الدنيا، وكان هذا من أكبر الأسباب التي أعانتهم على المسارعة للخيرات ومعرفة قيمة الطاعات. فلا كسل ولا تواني ولا تباطؤ، كانوا حريصين على الخير كله أوله وآخره وجله ودقه، يتنافسون تنافسا عجيبا كما يتنافس اليوم الكثير على الدنيا ويتقاتلون عليها، إلا أنهم كانوا يتنافسون في الدين بلا حسد. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا نافسك أحد في الدين فنافسه، وإذا نافسك في الدنيا فألقيها في نحره. الله المستعان، لو كنا على هذا لكان أكثرنا على خير من اليوم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. هذا حال الدنيا أحبتي، وكما قيل: نبكي على الدنيا سبحان الله ونعلم أنها ليست لنا، ولا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت آنيها، فإن بناها بخير ضاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. فتركننا إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل بدار أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما فيه الخير والصلاح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.